يلا يا صباح الخير وصباح النظافة والترتيب. اليوم صاحيين رايقين، ما في شغل. سند قول سلام. يلا سلام سلام سنود سلام يا ماما غلاك. مبسوط مبسوط عليها، أول مرة بشوف دفاية بحياة الصبي. بس عن جد السنة جاي برد مرتب. ايش يا مامي لوك؟ ايش في هواء سخن عم يطلع من هون؟ واو، حبيت فكرتها، كتير آمنة على الأطفال. ما بدي تجني. هيك شو ما نايم حواليها، شو ما مسكها ما بتحرق، الحمد لله. يلا يلا، حبيت فكرتها، كتير آمنة على الأطفال. ما بدي تجني. هيك شو ما نايم حواليها.